أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من طاقة بلس، والتي نناقش فيها وعود دونالد ترامب لشركات الطاقة الأمريكية مع قرب الانتخابات وتوجه شركات الطاقة في المنطقة نحو أسواق الغاز العالمية. إلى أبرز العناوين. مع اقتراب السباق نحو البيت الأبيض، ترامب يعد شركات الطاقة بإلغاء القوانين والسياسات البيئية التي وضعتها إدارة بايدن، وسعي منها للتوسع في أسواق الغاز العالمية. عمالقة الطاقة في المنطقة تقطن السوق حصصا في مشاريع للغاز الطبيعي المسال في الخارج. مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للطاقة في العالم، يتصاعد الصراع بين صناعة الوقود الأحفوري وأولئك الذين يؤكدون أن العالم يحتاج إلى التغلب على إدمانه للنفط. في اجتماع الشهر الماضي مع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الأمريكي في فلوريدا، وعد المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بعكس عشرات القوانين والسياسات البيئية التي وضعتها إدارة بايدن، بشرط أن يجمعوا مليار دولار لحملته الرئاسية. وفقا لتقرير نشرته واشنطن بوست، أبلغ ترامب المديرين التنفيذيين في صناعة النفط أنه سينهي قواعد الانبعاثات التي وضعتها إدارة بايدن، والتي تهدف إلى تعزيز المركبات الكهربائية، وسيوقف تجميد التصاريح الحالية لتصدير الغاز الطبيعي المسال من بين إجراءات أخرى. نقلت رويترز أيضا عن مصادر مطلعة أنه إذا فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، من المتوقع أن يدفع الوكالة الدولية للطاقة، والتي تقدم الولايات المتحدة حوالي ربع تمويلها للعودة إلى التركيز على أمن الطاقة. في مناقشة القضية أيضا، قالت صحيفة فاينانشال تايمز أن تركيز الرئيس على مواجهة تغير المناخ أزعج المنتجين الأمريكيين. أشرف جو بايدن على ازدهار إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، لكن سياساته المؤيدة للمناخ جعلته غير محبوب في الصناعة. من دبي رحب بأمنة بكر، المحللة الأولى للأبحاث في Energy Intelligence. أمنة، أهلا ومرحبا بك. تقترب طبعا الانتخابات الأمريكية شيئا فشيئا، والتغير في سياسات الطاقة هو من أبرز الملامح لهذه الانتخابات. برأيك أنه في حالة تغير الإدارة في البيت الأبيض وفوز دونالد ترامب، هل سيكون هناك تغيرات حقيقية؟ هل سيقوم فعلا ترامب بإلغاء القوانين والسياسات البيئية التي أقرتها إدارة بايدن؟ ليس سرا على الإطلاق أن الرئيس السابق دونالد ترامب داعم جدا لقطاع استكشاف النفط في الولايات المتحدة، وأتخيل أنه إذا وصل إلى سدة الرئاسة سيسهل على الكثير من اللاعبين أن يزيدوا إنتاجهم وصادراتهم ورسائله الواضحة إلى قطاع النفط بالمجمل، كانت رسائل داعمة. وهذا ما رأيناه من إدارة الرئيس بايدن، حيث أن الكثير من التواصل يدعم التحول في مجال الطاقة وضد قطاع الاستكشاف. لكن دعنا نراجع الوقائع والحقائق. هل أثرت إدارة الرئيس بايدن على إنتاج النفط الأمريكي أو إنتاج النفط الصخري من النمو؟ الإجابة كلا. فنحن نظل نرى نموا في إنتاج النفط الصخري. الرسائل المتعلقة بهذا الشأن مختلفة عن الواقع في حالة الرئيس بايدن. هي دائما تقول إنها تدعم التحول في مجال الطاقة، لكن الواقع يشير إلى أن إنتاج النفط الصخري كان في تزايد، وهذا العام نتوقع زيادة في إنتاج أمريكا بحدود 300,000 برميل يوميا. طيب، لكن على الرغم من أنه بالفعل كان هناك، دعنا نقول، تباين بين السياسات وما بين ما رأيناه على أرض الواقع من سياسة بايدن تجاه الوقود الأحفوري، إلا أنه الصناعة تفضل دونالد ترامب. ما الذي يمكن أن يتغير حتى إذا كان هناك، دعنا نقول، تباين بين ما بين التصريحات وبين الفعل؟ دونالد ترامب هل سيكون أكثر سرعة في إلغاء هذه القيود مثلا؟ هل سيكون لديه مشاريع أكثر طموحا بالنسبة لصناعة الوقود الأحفوري؟ هو سوف يلغي بعضا من التشريعات التي قال إنه سيلغيها، بادئا بالتشريع المتعلق بالغاز الطبيعي المسال. فحاليا هذه المشاريع متوقفة، وأتخيل أنه سيأتي ويقول أنه سيفعلها من جديد. جميع
شركات الاستكشاف. تفضل ترامب، هو يقدم الدعم الواضح والصريح لها، وهذا قد يترجم على الأرض على شكل لجوء بعض الشركات الصغيرة إلى الحصول على التمويل وأشياء من هذا القبيل. وبالمجمل هذا أمر إيجابي ويجعل هذه الشركات تشعر أنها مهمة، ولكن من الناحية العملية وكما قلت حتى في عهد الرئيس بايدن ورغم الخطاب العام المعلن المتعلق بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتخفيف الانبعاثات والاتجاه إلى عملية تحول أسرع في مجال الطاقة، لكن ذلك لم يمنع قطاع الاستكشاف في أمريكا من النمو. طيب، إذا قلنا أنه سيقوم بعكس جزء أو حتى كل هذه القوانين، كيف ستتغير الصورة فيما يخص الصناعة؟ لا أتحدث عن الولايات المتحدة ولكن أتحدث عالميا، وأيضا من الناحية الأخرى في أجندات التحول المناخي الموجودة والتحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة عالميا. هناك أمر يجدر أن نشير إليه، وهو أنه إذا كانت وكالة الطاقة الدولية تركز على أمن الطاقة، هذه ستكون خطوة إيجابية، فأمن الطاقة مطلوب على مستوى العالم، والجميع يدرك وتحديدا بعد اندلاع النزاع بين روسيا وأوكرانيا وكنا أمام أزمة غاز في أوروبا، هذا يعني أن الوقود الأحفوري يظل مهما للمحافظة على الأنوار المضاءة. أمن الطاقة مهم، أنا لا أقول أن التحول ليس مهما، التحول واقع، ويجب أن يكون هناك تركيز على تخفيض الانبعاثات عوضا عن إغلاق عمليات إنتاج النفط والغاز. إذن لابد من الاعتماد على التكنولوجيا في هذا المجال، وعندما يصل ترامب إلى السلطة وهو يدعم أمن الطاقة بطبيعة الحال، هذا سيؤدي إلى تغيير في النبرة العالمية، بما أن الولايات المتحدة تظل قوة غربية عظمى، وهذا سيغير النبرة المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة. أشكرك على هذا التحليل، شكرا جزيلا آمنة بكر. تشاهدون في طاقة بلس بعد الفاصل، أدنوك الإماراتية تتوسع في مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الخارج. بعد أن تبوأت عرش صناعة النفط عالميا لعقود، تبحث السعودية عن مصادر جديدة تمكنها من المحافظة على مكانتها في عالم صناعة الطاقة، وبالتزامن مع تحقيق مستهدفاتها بالوصول إلى انبعاثات صفرية للكربون بحلول 2060. التحول من مصدر للبترول إلى مصدر للطاقة هو محور تصريحات المسؤولين المعنيين في الآونة الأخيرة، أحدثها كان قول وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية تريد أن تمد العالم بكافة أنواع الطاقة سواء كانت هيدروجينية أو نووية. الحديث هنا يتخطى الطاقات المعروفة كطاقة الشمس والرياح إلى ما يعرف بالطاقة الشمسية الفضائية، التي تقوم على إطلاق أقمار صناعية في المدارات الأرضية، وهو ما يجعلها عرضة بشكل دائم ومن دون انقطاع لأشعة الشمس. الاهتمام السعودي بهذه التقنية ظهر للمرة الأولى إلى العلن مطلع عام 2023، عندما بدأت محادثات على مستوى حكومي عن تعاون بين شركة سبيس سولر البريطانية ونيوم. هذه التقنية لا زالت في مرحلة التكوين وتصطدم بعقبات عدة، في مقدمتها طبعا الكلفة، يبلغ سعر النظام الواحد نحو ملياري دولار، 60% من هذا المبلغ يتمثل بكلفة إطلاق القمر الاصطناعي، إلا أن التطور التكنولوجي وما يتبعه من ابتكار سيخفض من التكلفة وفقا لشركة الاستشارات PwC في الشرق الأوسط. ومن جانب آخر يأتي الاهتمام السعودي بالطاقة الشمسية الفضائية ضمن إطار رؤية جديدة لقطاع الفضاء ككل، مع تحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية يونيو الماضي، وبهدف التركيز على صناعة سوق الفضاء وتحفيز البحث والابتكار فيه. ضمن جهودها لتوسعة محفظة عملها في قطاع الغاز الطبيعي المسال، تتجه شركة أدنوك الإماراتية للاستحواذ على حصص في مشاريع للغاز الطبيعي المسال في الأسواق الخارجية. الشركة أعلنت عن استحواذها على 10% من مشروع للغاز في موزمبيق، هذا هو الاستثمار الأول لها في الدول الأفريقية، وأعلنت سابقا عن استحواذها على حصة في مشروع تصدير الغاز الطبيعي التابع لشركة نيكست ديكيد في تكساس، هذا أول استحواذ لها في الولايات المتحدة، يشمل أيضا اتفاق
اتفاقية توريد لمدة 20 عاما بموجبه تستحوذ أدنوك على حصة تبلغ 11.7% في المرحلة الأولى من مشروع ريو جراند للغاز الطبيعي المسال، وأيضا على 1,900,000 طن سنويا من إمدادات الغاز الطبيعي المسال من القطارات الرابعة المخطط لها. توتال انرجيز وشركة مبادرة للتنمية كلاهما مساهمان في نيكست ديكيد. تمتلك توتال نحو 17.4% في الشركة، مبادرة تمتلك 5.5% في الشركة وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. أيضا توتال تمتلك حصة في المرحلة الأولى من مشروع ريو جراندي جنبا إلى جنب مع نيكست ديكيد وجي آي بي وأدنوك الآن. خطوة تأتي وسط سلسلة من جهود تعزيز التواجد العالمي لشركات النفط الكبرى في المنطقة. أدنوك أيضا تجري محادثات لشراء شركة كيميائية في أوروبا، وتبحث دمج إحدى وحداتها مع شركة تابعة لشركة OMV النمساوية لإنشاء عملاق بتروكيماويات بقيمة 30 مليار دولار، وبالتزامن مع جهود أرامكو السعودية لتعزيز وجودها العالمي بعد اتفاقها على شراء شركة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا. من دبي يرحب بجيمي إنغرام المحلل المحرر الأول لدى ميس. جيمي أهلا ومرحبا بك وشكرا على انضمامك. شركات العملاقة في الخليج تحاول تعزيز وجودها خارجيا في مجال الغاز الطبيعي المسال، ويبدو أنها تتحرك بسرعة. هل اليوم سنشاهد المزيد من هذه الاستحواذات والمزيد من الشركات تتجه وتحذو نفس المنهج؟ شكرا على استضافتي، يسعدني أن أكون معكم. نعم هذا الكلام صحيح، شركات مثل أدنوك الإماراتية وأرامكو السعودية تتخذان خطوات قوية في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية. فأدنوك وفي الآونة الأخيرة ضمنت حصة في الولايات المتحدة، وضمنت حصة أيضا في مشاريع للغاز في موزمبيق، في عمليات الغاز الطبيعي المسال المطورة، وسنرى المزيد من التحركات في هذا المجال. فقيادات أدنوك وأرامكو كانت تشير إلى أن هذا مجال مهم للنمو، وأن هذه الشركات تستهدف الحصول على حصص إضافية في مجال الغاز الطبيعي المسال. وفي قطر كان هناك مشروع لمشابه أو اهتمام بمشاريع مشابهة أيضا. طيب التوجه العالمي الآن يعني الغاز الطبيعي المسال وتحديدا يعني أهميته بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وكون الغاز كمرحلة انتقالية مفترضة يعني قبل التحول الأخضر، في تقديرك هل تتحمل هذا الحجم الهائل من الاستثمارات؟ ولا نتحدث فقط هنا عن الشركات الخليجية العملاقة، نتحدث حتى عن عقود بمليارات الدولارات تجريها شركات الطاقة مثلا الأوروبية، تبدو لك وكأنها على مدى طويل. نعم هذا الكلام صحيح، هناك استثمارات هائلة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، وتحديدا في حالة قطر هناك استثمارات ضخمة في توسيع القدرة في قطر ب 80% أو أكثر، وهذا سيؤدي إلى تخفيض أسعار الغاز الطبيعي المسال من حدود العام 2026 إلى نهاية العقد. بالنسبة للغاز الطبيعي المسال هذا يظل وقودا في مراحله البدائية، وبالنسبة لكبار المنتجين مثل الولايات المتحدة وقطر، هذه الدول ترى أن تخفيض الأسعار ضروري لتحفيز المزيد من الطلب. وإذا نظرنا إلى الأمر من هذه الزاوية، من مصلحة هذه البلدان المواصلة في الاستثمار لضمان الاستمرار في تحقيق الإيرادات في المستقبل من الغاز. يعني يمكن أن نقول أنه ما زال هناك مجال كبير للأسعار الآن لتتراجع، طبعا قبل أن نشاهد استقرار أو ثبات في معدل الاستثمارات الكبيرة والضخمة في هذا المجال، أنه إلى أي مدى يمكن أن نقول أنه سيظل جاذبا لمزيد من الاستثمارات بهذا الحجم على مستوى السعر أتحدث؟ بالنسبة للأسعار ربما لدينا فصل شتاء أو فصلي شتاء من التقلبات، فإذا كنا أمام طقس بارد في أوروبا هذا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز ارتفاعا كبيرا، وربما تعود إلى فوق $20 للمليون وحدة حرارية كما رأينا في السابق. ولكن هناك
معروض من قطر وسيشكل ضغطا على السوق، وهذا سيؤثر على من يريد الاتخاذ للقرارات الاستثمار في أمريكا. ولكن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من المشاريع التي اتخذت فيها قرارات استثمارية في أمريكا، وهذا سيحقق حتى لو لم نكن أمام استثمارات إضافية في السنوات المقبلة بالتأكيد. ومن المضمون أن نرى قدرات إنتاجية إضافية تفعل نتيجة هذه الاستثمارات الحالية. طيب جميل، هل تعتقد انه اليوم ودعنا نعود يعني الى ادنوك وايضا يعني قبل ذلك ارامكو، انه وجود هذه الشركات الان برايك الى اي مدى تحتاج الى مزيد من الاستثمارات بهذا الحجم حتى ايضا تتمكن من البناء على هذا الطلب الهائل المتوقع للغاز الطبيعي المسال في المستقبل؟ يعني هل التحركات الحاليه كم تمثل كنسبه مئويه مما يمكن ان نتوقعه كحجم استحواذات اضافيه؟ This is very much just the beginning. نحن أمام مجرد بداية لأدنوك وأرامكو. عندما تنظر إلى أدنوك، هي لديها قدرة محلية كبيرة توسعها، وفي حالة أرامكو هي لا تمتلك أي إنتاج محلي للغاز الطبيعي المسال. وإذا أرادت أن تصبح لاعبا جديا في هذا المجال وهي تقول ذلك، فهذا يعني أن يجب أن تتوسع على النطاق الدولي وعلى نطاق أوسع مما نرى حتى الآن. وبالتأكيد أتوقع من أدنوك وأرامكو أن تصبح شركتين كبيرتين من خلال الاستثمار في المشاريع الحالية وفي تطوير المشاريع المستقبلية، وبالتأكيد هناك مجال واسع لحصول ذلك. فالولايات المتحدة جاهزة لأن تستقبل استثمارات من هذين البلدين، فنحن كنا أمام تزايد في إنتاج الغاز من الغاز الصخري في أمريكا، وإذا هناك الكثير من المحطات التي تبنى في الولايات المتحدة، وهذا سيسمح للشركات النفطية الخليجية الحكومية بأن توسع حضورها الدولي. شكرا جزيلا لك جامي إنغرام، شكرا على هذا التحليل. وصلنا معكم لنهاية حلقة طاقة بلس لهذا الأسبوع، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في حلقة الأسبوع المقبل.